مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب صف ثامن، مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال الأداب والأخلاق الإسلامية. مجال الأداب والأخلاق الإسلامية مجال عظيم، نتحدث فيه عن الحصة الأولى وهي بعنوان غض البصر. غض البصر مصداقا لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تعلمنا في كل درس أبناء الطلاب أن نستخرج قيمة تربوية من الدرس، والقيمة التربوية اليوم هي شكر الله عز وجل على هذه النعم. شكر الله عز وجل على نعمة البصر بأن تغض بصرك عما حرم الله عز وجل. شكر الله عز وجل على نعمة البصر هي أن تغض بصرك عن الحرمات وعما حرم الله سبحانه وتعالى. معنا في تهيئة الكتاب، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. استنبط الأوامر والتوجيهات المستفادة من هذه الآية. نستنبط منها أول شيء غض البصر، الأمر الثاني حفظ الفرج، لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض البصر، ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج. معنى الأهداف: يتوقع من الطالب في نهاية هذه الحصة أن يكون الطالب قادرا على أن يوضح الطالب ما المقصود بغض البصر، أن يدلل الطالب على وجوب غض البصر وحكمه، أن يعدد الطالب فضل غض البصر وفوائده. معنى الهدف الأول أبنائي أن يوضح الطالب المقصود بغض البصر. افتح الكتاب واقرأ صفحة 84 و85 من الكتاب في غض البصر. عندنا مفهوم غض البصر هو صرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. مفهوم غض البصر صرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. وطبعا أنا أحب أذكر أبنائي أن مفهوم غض البصر ده من الأشياء المهمة اللي بتكون في الامتحان. التعريفات زي تعريف ما هو غض البصر، تعريف الاستئذان، تعريف البعث، تعريف النشور، كل هذه الأشياء مهمة. فمفهوم غض البصر في حصة اليوم وفي درس اليوم، وصرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. ومعنا أيضا أبناء الطلاب هذه بعض الكلمات. رتب مفهوم غض البصر. احنا يعني تكلمنا قبل ذلك وقلنا ما هو مفهوم غض البصر، وصرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. صرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. ما الفرق بين غض البصر وإغماض العينين؟ رجل أو شاب يغض بصره، ورجل وشاب آخر يغمض عينيه. غض البصر أبناء الطلاب يكون عن المحارم، عن كل شيء حرام تغض نظرك عنه. أما إغماض العينين قد يكون للنوم والراحة. هذا هو الفرق بين الاثنين. هذه بعض النعم أبناء الطلاب: حركة قدم، السمع، لسان، عين، يد. هذه نعم يجب الشكر الله عز وجل على هذه النعم. ولكن نعمة البصر لها هي نعمة عظيمة. نعم الله تعالى على الإنسان كثيرة، ومن أعظمها نعمة البصر التي لا تقدر بثمن. وقد سمى الله تعالى العين بالحبيبة والكريمة، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. وفي رواية: كريمتي عبدي أي العينين. أي معنى هذا الكلام أبناء الطلاب أن الله عز وجل إذا أصاب الإنسان بمرض العمى أو غير ذلك في عينه، في عين أو في عينيه الاثنين، وصبر المسلم على هذا الأمر، فإن الله عز وجل سيعوضه الجنة. لذا وجب على المسلم والمسلمة أن يحفظ هذه النعمة ويحرص على طاعة الله فيما أمر فيها أو نهى. يبقى يستخدم نعمة العين والبصر فيما يرضي الله عز وجل. وإن سوء استخدام هذه النعمة سوء أدب مع الله تعالى،
وتعد على حرماته التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشكرون هذه النعم فيستعملونها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. غض البصر، معنى التقويم البنائي ما هو؟ ما معنى غض البصر؟ السؤال ده مهم جدا. معنى غض البصر هو صرف البصر عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. غض البصر معناها أبنائي صرف البصر عن كل ما حرم الله تعالى. الهدف الثاني أن يدلل الطالب على وجوب غض البصر وحكمه، يعني دلل على الطالب، يعني أذكر الدليل على أن حكم غض البصر واجب. تعالوا نتعلم أبنائي الطلاب حكم غض البصر واجب، لأن الله أوجب عليك فقال قل للمؤمنين يغضوا، هذا أمر واجب من الله عز وجل. الدليل على ذلك ثبت بالأمر، ثبت الأمر بغض البصر في القرآن والسنة المطهرة للرجال والنساء. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى الأمر ثبت للمسلم أو للمؤمنين والمؤمنات، للرجال والنساء، وحكم غض البصر واجب. وأما الدليل من السنة وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد. أستخرج أنا وزميلي ما يضمن من الحديث الشريف أو ما يضمن الجنة من هذا الحديث الشريف: الصدق في الحديث، الوفاء بالعهد، أداء الأمانة، حفظ الفرج، غض البصر، كف الأذى. هذه أشياء قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: الصدق في الحديث، الوفاء بالعهد، أداء الأمانة، حفظ الفرج، غض البصر، كف الأذى. غض البصر أبناء الطلاب ما هو التقويم؟ السؤال ما حكم غض البصر؟ قلنا أنه حكم غض البصر واجب، حكم غض البصر واجب. الدليل على ذلك قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الهدف الثالث أن يعدد الطالب فضل غض البصر وفوائده، أن يعدد الطالب فضل غض البصر وفوائده. فما هي فضل غض البصر وما هي فوائد غض البصر؟ فضل غض البصر معنى أربعة أشياء: الأمر الأول امتثال أمر الله تعالى، الأمر الثاني السعادة في الدنيا والآخرة، الثالث الإحساس بحلاوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض بصره ابتغاء أو مخافة الله عز وجل أبدله الله به إيمانا أو يجد حلاوته في قلبه. الإحساس بحلاوة الإيمان. الرابع حب الناس وكسب ثقتهم. فضل غض البصر أول شيء الإحساس بحلاوة الإيمان، لأن غض البصر يشغل القلب بما ينفعه، لأن غض البصر يشغل القلب بما ينفع. الأمر الثاني السعادة في الدنيا والآخرة، لأن غض البصر طاعة لله سبحانه وتعالى. الثالث حب الناس وكسب ثقتهم، حب الناس وكسب ثقتهم. الأمر الرابع امتثال أمر الله تعالى، هذه هي فضل غض البصر وفوائد: امتثال أمر الله تعالى، حب الناس وكسب ثقتهم، السعادة في الدنيا والآخرة لأن غض البصر طاعة لله، الإحساس بحلاوة الإيمان لأن غض البصر يشغل القلب بما ينفعه. هذه هي فوائد غض البصر. فضل غض البصر وفوائد، هذه يعني بعض المواقف. لو أنت كنت عند في زيارة لبيت عمك ماذا تعمل؟ أطرق الباب قبل الدخول. الأمر الثاني النظر ما إلى ما في جوال صديقي، هذا الأمر ممنوع. التصرف الصحيح عدم النظر إلى للجوال. التقويم البنائي بين ثلاث فوائد لغض البصر، هذا سؤال مهم جدا. فوائد غض البصر كثيرة، هم أربعة نتكلمنا عنهم وقلنا منهم إيه؟ تعال نشوفهم، محتاج ثلاثة: السعادة في الدنيا والآخرة لأن غض البصر طاعة لله، حب الناس وكسب ثقتهم، بعد كده امتثال أمر الله تعالى، الأمر الرابع الإحساس بحلاوة الإيمان، الإحساس بحلاوة الإيمان. وبكده أبنائي الطلاب هذا هو التقويم الختامي، والنشاط الإلكتروني موجود عندك على منصة المدرسة.
محتاج ان انت يعني تدخل المنصة وتشارك هذا النشاط، لانه فعلا يعني انت هتستفيد كتير جدا من هذا النشاط. وفي الختام اشكر ابناء الطلاب على حسن الاستماع والمشاركة، وكما انبه على ابناء الطلاب بمشاركة الواجبات اللي على المنصة ومشاركة النشاط الإلكتروني الموجود على المنصة ومتابعة الفيديوهات لاستكمال الدروس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.